والإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، من أسباب ضعف الإيمان أيضا أحبتي في الله هو طول الأمل الكذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هناك الكثير منا من ألهاه الأمل وألهته الدنيا وتكلمه متى ستتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك إن شاء الله الشهر القادم رمضان أو ما شابه إلى ذلك، ولا يعلم أن الموت يأتيه بغتة وهو لا يدري. لا تعلم أنك إذا يعني أخذت نفسك إلى الداخل أنك ستخرجه إلى الخارج، لأن الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. أيضا من ضعف الإيمان هو الإفراط الزائد في الأكل والشراب والنوم والسهر والكلام الذي لا فائدة منه. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك حيث قال: لا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال صلى الله عليه وسلم كما معنى حديثه: أن شر وعاء ملأه ابن آدم هو بطنه. شر وعاء يملأه ابن آدم هو بطنه، لأنه يؤثر على دماغك، يؤثر على جسمك نفسيا وصحيا. فإن كان لابد أن تملأ يعني بطنك، فيكون ثلثه لطعامك وثلثه لشرابك وثلثه لنفسك. لا يجب أن يعني الإنسان يملأ بطنه حتى أنه لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، لأن في ذلك مرض لعقله ولبدنه. أيضا من أسباب ضعف الإيمان هو قلة طلب العلم الشرعي والنافع. ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أفضل الناس بينكم هو من تعلم العلم الشرعي ألا وهو القرآن، وأيضا تعليمه للآخرين. وهذا لا يعني أن لا نتعلم فقط القرآن ونترك كل شيء آخر، لا، علينا أن نتعلم كمسلمين كل شيء ينفعنا في الدنيا والآخرة، لأن هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وأجدادنا كانوا هم السباقون في العالم في شتى مجالات الحياة. ولذلك علينا أن نطلب العلم النافع أيا كان الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. وأيضا استغلال الوقت كما قلت في العلم. وأيضا من أسباب قلة الإيمان بالله عز وجل هو قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. الكثير منا أصبح كما قلت لا يخاف من الله عز وجل، يعني تكلمه يعني معه وتتكلم معه عن اتق الله خاف الله ما إلى ذلك، يقول لك الله غفور رحيم، ونسي أن الله شديد العقاب. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يتجادل معك بشتى يعني فصيح في الجدال عندما تأتي إلى الطاعات وما شابه إلى ذلك. أما أنه يطوع الله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمره الله عز وجل، يقول لك إن شاء الله في وقت آخر أو في رمضان أو ما شابه ذلك. Also brothers and sisters, among the reasons that a lot of us have weak iman in Allah subhanahu wa ta'ala is that the extravagant or too much eating, drinking, sleeping, talking with things that benefits us and things that don't benefit us. It's just we talk for the sake of talk. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in this regard, do not laugh too much, because laughing makes your heart dead. When you laugh too much for everything and anything, this is not a sign of a good manhood or a good womanhood. You know, Ali ibn Abi Talib said, I fear the man until he speaks. You know, you see the man, subhanAllah, you see him, and mashaAllah, he is a man, he has an honorable look, and yet when he speaks, you know, and he starts saying right and left and making, you know, funny jokes, I guess, and this is his style throughout the, every time you see him, he is that man, then, you know, you're not going to have a lot of respect for him. And then his heart will not be humble to Allah subhanahu wa ta'ala as he's supposed to. Also, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you know, said in this hadith, you know, in a different hadith, not to eat too much. Not to eat too much, not to talk too much, not to sleep too much. He said the worst
container that the son of Adam filled is his stomach. This is the worst thing you can, you know, it harms you physically and mentally as well. But he says, sallallahu alayhi wa sallam, if you have to fill it, then make a third of it for your food, a third of it for remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and a third of it for your breath. You know, have let enough space for you to breathe, to be able to breathe, so you can have, you know, a healthy body. And also, you know, not taking advantage of your spare time is among the things that, you know, make you have a weak heart. And also, the less or not fearing Allah subhanahu wa ta'ala as we supposed to. You know, we talk to a lot of people about fearing Allah subhanahu wa ta'ala, advising them in making salah and doing the siyam and what have you. And they said, you know what, I'm still young, let me wait until, you know, Ramadan comes, and inshallah I will make my tawbah. And he does not know that Allah subhanahu wa ta'ala can send him the angel of death, and he will snatch his soul in a fraction of a second. نتكلم أحبتي قليلا إن شاء الله سبحانه وتعالى عن أسباب تقوية الإيمان، كيف يقوي المرء المسلم إيمانه بالله سبحانه وتعالى. والسبب الأول هو أن تتضرع لله سبحانه وتعالى وتدعوه أنه يا رب ليس لي إلا أنت، لا حول لي ولا قوة بهداية أو ضلالة إلا بك يا رب العالمين، فاهدني. ابدأ بالله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، تمسك بحبل الله سبحانه وتعالى، يعني خالصا لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى سوف يهديك إلى الطريق السوي ويثبتك عليه في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله، فيما معنى الحديث، إن الله يستحي من العبد أن يرفع يديه، يدعو الله عز وجل، ويردهما الله صفرا أو خائبتين. الله يستحي أن يرد يديك خائبتين. فلذلك ادعو الله سبحانه وتعالى بالهداية، والله عز وجل سوف يهديك بإذنه سبحانه وتعالى. هذا من أسباب تقوية الإيمان، التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الله قراءة وتدبرا وتمعنا فيها، وليست أي قراءة. يجب عليك التدبر كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون أم على قلوب أقفالها. لماذا لا يتدبرون في هذا القرآن؟ أم هل هناك أقفال على القلوب؟ القلوب والعقول لا تفهم. لذلك عندما تقرأ القرآن، الله سبحانه وتعالى يكلمك عن طريق هذا القرآن، هذا كلام موجه إليك، فيه أوامر وفيه منهيات، عليك متابعة ذلك واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إن تمسكنا بهذين الشيئين إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف يهدينا الله سبحانه وتعالى ويقوي إيماننا. We talked a little bit about the reason behind a weak heart or a weak iman in Allah subhanahu wa ta'ala. Let's talk a little bit about the what can we do to increase or to strengthen our iman in Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, you know, command us, and the first one is to make a supplication and a sincere dua to Allah subhanahu wa ta'ala to guide you to become a guided person. Supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala sincerely, and let Allah subhanahu wa ta'ala know from the bottom of your heart that, oh Allah, I have no will, no power except by you. So guide me, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala also said in the Quran, and your Lord said, supplicate to me and I will answer you. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in this regard, Allah subhanahu wa ta'ala is ashamed or shy not to give you what you ask Allah subhanahu wa ta'ala. When you raise your hand, Allah subhanahu wa ta'ala feel, you know, ashamed or shy not to give you what you ask for. So supplicate to Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala will give you what you ask for in from the guidance. And also the second reason or second step to take to have strong iman in Allah azza wa jal is to follow the book of Allah azza wa jal and the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. To read the Quran with really, you know, you think about the Quran, you contemplate about the Quran, you ponder about the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, why don't they contemplate and think about the Quran? Or is it, do they have locks on their hearts?
So when you read the Quran, you have to really ponder over it, contemplate upon the Quran. It's not just reading and your mind is somewhere else. Also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in this regard, I have left two things with you. If you hold on to them firmly, you will never be misguided, or you will never go astray after me. The first one is the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and the second thing is holding on to the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيضا أحبتي في الله من أسباب زيادة الإيمان هو أن يزهد الإنسان في الدنيا. علينا أن نزهد ولو حتى بالشيء القليل في الدنيا وأن لا نضع جل وقتنا فيها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. انظر إلى نفسك كم تعمل لأجل الدنيا، كم ساعات نضعها في اليوم لأجل المال. لدينا المال والحمد لله، ولكن نريد أكثر، نريد أن يكون يعني الحساب البنكي أكبر وأكبر وأكبر، وأصبحت منافسة بيننا على الدنيا أكثر ما هي منافسة على الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أحدهم يا رسول الله دلني على عمل إذا فعلته أو إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا رجل طماع وهو ذكي في نفس الوقت، يريد أن يفعل شيئا يحبه الله ويحبه الناس، وهذا شيء صعب هذه الأيام، لأن الإنسان إذا كان يعني متابعا لله عز وجل مؤدي لصلاته و قالوا هذا رجل متشدد، والكثير منهم قد ربما يكرهه وينبذه. لكن الرجل قال دلني يا رسول الله على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا أتيت للرجل وسألته يعني مساعدة أو ينفر منك، لكن ما دام أنت لا تسأله أي شيء إلا بس كيف حالك كيف أنت، أنت من أحسن الناس إليه. فلذلك علينا الزهد في الدنيا والزهد في الآخرة حتى يحبنا الله ويحبنا الناس بإذن الله تعالى. أيضا سلح نفسك بالعلم الشرعي كما تكلمنا من قبل، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا تعلم الأحاديث الشريفة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسلح نفسك بالمعرفة حتى تعرف طريق الله سبحانه وتعالى. Also other some other steps that we can take in order to have strong iman Allah subhanahu wa ta'ala is to have less love for this dunya and not to put too much of our time into it. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, O you who have believed, do not let your money and your children, you know, take your time from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever does that, meaning spend too much time with money and dunya and children and family, then remember Allah subhanahu wa ta'ala, those who are the khasirun, those are the losers. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked by a man, O Rasulullah, tell me something. If I do it, Allah will love me and the people will love me as well. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, have less love in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala will love you. And do not pay or do not desire what the people have in their hand, and people will love you as well. And also, things that we take to strengthen our iman is to really empower ourselves with the knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala, with the Quran, with the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, with any knowledge that benefit us. It's not just religion knowledge. Any knowledge that benefit us, we probably nowadays, we need more doctors in our countries, we need more engineers in our countries, more than we need, you know, scholars and religious people. And that's why we still in need for the West, because we didn't have enough of those people. So any beneficial knowledge that we can benefit from in dunya and in akhirah, we should take advantage of that. Also, ahibati fillah, also we have to leave the environment in which is give us and encourage us to do and commit bad sins. Always try to come near the good environment of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the masajid. And also to be a friend of those who are good people, righteous people who remind you of Allah subhanahu wa ta'ala, not the other way around. The more good people you have, good friends you have, those will remind you of Allah azza wa jal. And the opposite is in the contrary, when you have bad friends,
they're only going to take you to a bad places. The Prophet said, do not befriend except a mu'min, and do not let anyone eat your food except a believer or a taqi, a righteous person. And most importantly, things we do to strengthen our iman is to keep on our prayers on time. Allah subhanahu wa ta'ala said, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Allah azza wa jal said, keep on the prayers, your prayers, especially the middle prayers, and stand in qunut for Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah azza wa jal said, that salah, the meaning of the verse, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Salah prohibits you and stops you from committing the فحشاء of the word and the munkar from the action. And also to have fear from Allah subhanahu wa ta'ala. Really fear Allah azza wa jal with everything that you do. The more you have fear in Allah subhanahu wa ta'ala, the more you have a humble heart, a heart that will always come closer to Allah subhanahu wa ta'ala and do ibadat. And make sure you hold on, you hold yourself responsible before you will be asked the tough question on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Whoever fear Allah, Allah will make an exit for him. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. And fear Allah, and Allah is warning you himself. Fear Allah, Allah is warning you against himself. Allah subhanahu wa ta'ala has given us warnings and prophets and messenger and everything to keep us on the right path, and yet we desire to go the other way around. Allah subhanahu wa ta'ala is warning